تزامنا مع عيد الجلاء وبمناسبة عيد الشهداء، أطلق حفل تكريم شهداء الإعلام بالتعاون بين اتحاد الصحفيين ومؤسسة قلب واحد نبض واحد في مكتبة الأسد بدمشق. في حضور أرواح الشهداء الصمت أكثر بلاغة من الكلام. مشاركة المجتمع الأهلي والمجتمع المدني بتكريم الشهداء بدل على الوحدة الوطنية عند الشعب السوري، وبدل على أنه الشهداء يعني تضحيتهم، رغم أنه هي يعني تضحية كبيرة بالنسبة للوطن، كمان ما زالوا في قلوب الناس. وإن شاء الله نحن عم نشوف كتير يعني مشاركة للمجتمع المدني بمثل هيك فعاليات. هؤلاء الشهداء قدموا يعني ضحوا من أجل الوطن، من أجل إيصال الحقيقة للعالم، من أجل دحض الحملات المزيفة التي كانت تقوم بها وسائل إعلام خارجية لدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا. الإعلام السوري واكب الحرب الإرهابية على سوريا، واكب عمليات الجيش العربي السوري في الدفاع عن البلد، وكان جنبا إلى جنب في المعارك. ولذلك هؤلاء الشهداء اليوم الذين نكرمهم كانوا يعني بمثابة الجندي المقاتل بالكلمة إلى جانب الجيش العربي السوري المقاتل بالسلاح. الحفل تضمن تكريم الشهداء وأسرهم وأماكن عملهم، تقديراً لجهودهم في إعلاء كلمة الحق وصورة الحقيقة. تكريم شهداء الإعلام هو بالحقيقة لهذه الدماء التي قدمت من أجل الوطن، ونحن مع احتفال وأحياء ذكرى عيد الجلاء نستلهم تلك البطولات التي قدمت والدماء أيضا من أجل تحقيق الجلاء في سوريا. وهذه الدماء أيضا بالنسبة لزملائنا على طريق جلاء الحق والحقيقة، وعلى طريق أيضا تحقيق الناجز من أجل سوريا المتجددة. ونحن نعرف أن زملائنا في الإخبارية السورية كانوا سباقين لتقديم التضحية وتقديم الشهداء في سبيل الحق والحقيقة مع الجيش العربي السوري، مع كل مهمة إعلامية كانوا يقومون بها. نحن اليوم في اتحاد الصحفيين نكرم أرواح هؤلاء ونقف مذكرين الضمير العالمي أن الصحفي السوري تم استهدافه بأبشع الطرق، وكان يريد أن ينقل أخباره للمجتمع المحلي والعالمي، ولكنه كان عمله محفوفا بالمخاطر دائما وبأبشع أنواع المخاطر. الرحمة لأرواح شهداء الإعلام بأذهاننا دائما بضمائرنا، وينبغي أن يبقوا منارة للأجيال القادمة. أعمال المؤسسة الإنسانية والخيرية في دعم ذوي الشهداء والجرحى، تشرفنا اليوم بتكريم ذوي الشهداء الإعلام. أفتخر أني والد شهيد حقيقة، يعني رغم أنه وحيد يعني، ولكن أبي في هذا الوطن على حب الانتماء للوطن. نشكر كل من قام بتنظيم هذه الاحتفالية، ونشكر اتحاد الصحفيين لأنهم شهداء إعلام سوري وطني، قاوموا بالكلمة الحق، قاوموا أعتى مؤسسات الإعلام العالمية بالتلفيقات والأضالة التي كانوا يبثونها عبر فضائياتهم، قاوموهم واستطاعوا أن يصلوا إلى أرض المعارك وأن يصوروا على أرض الواقع البطولات التي سطرها أفراد جيشنا العربي السوري في مختلف الجبهات. الرحمة، كل الرحمة لشهدائنا. بدي أشكر اتحاد الصحفيين على التكريم، مؤسسة قلب واحد ونبض واحد، كل الشكر لهم لاهتمامهم بتكريم الشهداء، لأنهم رمز التضحية واللسان الناطق بالحق والعين البصيرة. أكرمناهم وناديناهم أننا على دربكم مثابرون وعلى صوتكم ناطقون.